الار 2 اختفت ليه؟ هو من قلة اللعب بس. من قلة اللعب ها؟ اكيد طبعا. بص يا كابتن ابراهيم، هي طبيعي جدا لما انت بتبقى متعود على حاجه وبتمارس حاجه بشكل مستمر، خلاص انت بتقدر تحافظ على ده، وبتقدر ان انت لو في حاجه ناقصاك بتزود فيها، لو في حاجه عايزه تعمل انت بتحاول تشتغل عليها. لكن مع عدم اللعب انت الواحد بيفقد كتير جدا. يعني انا على المستوى الشخصي انا بحاول على قد ما اقدر ان انا لو في حاجه ناقصاني بشتغل عليها. لكن طبعا التمرين بيبقى مختلف تماما عن الماتشات الرسميه. ايه اللي اختلف من المقصه للاهلي؟ حيث ايه بالظبط؟ من حيث انه هنا مثلا لو انا جبت لك مع الوضع في الاعتبار طبعا فارق المشاركه، لكنك بعد 15 ماتش مثلا مع المقصه السنه اللي فاتت انت لاعب 9 ماتشات، عفوا انا اسف، مع المقصه من 15 مباراه انت لاعب 14 مباراه ب 1199 دقيقه. ما شاء الله. ايه؟ ما شاء الله. ما شاء الله. بس ده كان السنه اللي فاتت. خلاص؟ ما خرجتش من القائمه غير ماتش واحد بس. ما عادش ولا مره على الدكه. مشاركه اساسي 13 مره. كبديل مره واحده، سجلت بعد كان 15 جوله 9 اهداف وصنعت 4 اهداف. لعيب مؤثر يعني، لعيب احمد الشيخ او احمد الشيخ بالاخضر واحمد الشيخ بالاحمر. احمد الشيخ بالاحمر 15 مباراه بعد 15 مباراه 9 مشاركات ليك، المشاركات دي متقسمه على 371 دقيقه، فارق من 1199 ل 371. خرجت من القائمه مرتين على المقعد البدلاء 4 مرات، ومشاركه اساسي 4 مرات، مشاركه كبديل 5 مرات، سجلت هدفين ولم تصنع اي اهداف. ايه الاختلاف ما بين المقصه وما بين النادي الاهلي؟ بص، واحده واحده كده. خلينا في النادي الاهلي. اول ما جيت كان في طبعا بطوله عربيه ما شاركتش فيها غير جزء بسيط جدا في الاخر. بعد كده بدانا الدوري. اول مباراه كان مع طلائع الجيش. بداتها الحمد لله بداتها بشكل كويس، وكنا مغلوبين والحمد لله ربنا وفقني، وقدرت ان انا احرز الهدف التعادل. والحمد لله كانت بدايه الواحد يعني كان حاسس ان شاء الله بدايه مبشره، وهبدا بقى باذن الله الواحد يفوق يعني ان شاء الله. وبس تروق وتحلق بقى بالظبط. انا بصراحه ما توقعتش البدايه يعني تكون بهدف في الاول. اول مباراه ليا مع النادي الاهلي بعد رجوع المقصه ما توقعتش ده، بس طبعا الحمد لله يعني الاداء بشكل كويس كان بيتحسن، والحمد لله الهدف برضو اداني ثقه، واداني احساس برضو كويس ان شاء الله اقدر اكمل عليه. جه بعدها كان افريقيا. لعبت مباراه ترجي، ما كناش موفقين في المباراه، وبعد كده بقى بدات ان انا ما شاركش. كانت طبعا كنا بنلعب في افريقيا كل اسبوع، ما لعبناش في الدوري خالص، ف اثر عليا طبعا يعني اثر. واتصبت كمان، اتصبت بعد ماتش الترجي اصابه في ظهري، ومن بعدها بقى بدات المشاركه تبقى قليله خالص. فهو ده الفرق معايا. هي خلي بالك، هي بتبقى في عامل التوفيق بيبقى يعني لازم جدا، يعني لو ربنا موفق وفي توفيق كبير هتمشي العملية والموضوع هيبقى مختلف تماما.